وسارة ما عم تعمل أفرت لتروح تجرب تنبش عليه وتراجعه، ما بعرف يمكن مصلحتها ما بدها تدخل بهالمواضيع، أنا ما بعرف. طيب شو بتقترحي؟ يعني إذا ماني غلطانة أنت صاحبة مع ساركيس تبع الأي تي، ما هيك؟ مزبوط. ليش؟ شو خطر لك؟ هيدي هي. يعني أنت على طريقتك، هو صاحبك وبتعرفه أكتر مني، إذا فيك تقنعه يقدر يعرفنا وين زين. يعني بركي من ورا التليفونات حجز أوتيل، حجز طيارة، أنا ما بعرف، منا شغلتي، هو أدرى بالموضوع، بس أكيد ما يفتح تمه قدام حدا. خلص ما تحكي لهم، أنا اليوم بسأله وأكيد ما حدا رح يعرف إنك سألتي هالسؤال. ثانك يو كثير مازن، عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك. وطبعا ما حدا رح يعرف بشي. خلص طمني، قلت لك.